السلام عليكم، آسف على الانقطاع الطويل. معكم مدير جروب كويت بايثونز أحمد بهباني، رجعنا لكم بحلقة جديدة. اليوم راح نتكلم عن تربية الحياة الكبيرة. أول حياة راح أتكلم عنها، وطبعا أغلبكم يعرفها من ألوانها ونقشتها وحجمها المميز، هي الريتيكيليتد بايثون أو الشبكية. الشبكية تعتبر أكبر الحياة طولا، يوصل طولها تقريبا 10 أمتار، لكن طبيعيا يوصل من 4 إلى 5 أمتار بالأسر. أطول شبكية بالعالم وصل حد طولها ليومنا هذا 33 قدم، يعني تقريبا 10 أمتار ونص، لكن ما تعتبر أضخم الحياة لأن عرض جسمها نحيف، يفرق وايد عن الأناكوندا والبرميز بايثون. ألوانها ومرفاتها وايد ومتنوعة مميزة وجميلة. أغلب الناس تتمنى تمتلك هذا النوع من الحياة، لكن بعد التفكير بالحجم والمصاريف والمكان اللي تحتاجه شالوا الفكرة من بالهم نهائيا، لأن مثل هذا النوع يحتاج عناية خاصة ومكان مناسب وأكل منتظم. وطبعا ما أنصح شخص واحد يتعامل مع هذا النوع إذا كان طوله فوق 2.5 متر إلى 3 أمتار وفوق، وطبعا غير مناسب نهائيا للمبتدئين لهذه الأسباب. 1، أغلب الشبكات تكون وحشية وايد وقت الأكل وغيره، وطبعا المبتدئ ما راح يعرف يتعامل مع هالشي. 2، المكان والحجم. الشبكات يحتاجون مكان مناسب لحجمهم، وطبعا أغلب الناس ما راح تقدر توفر هالشي لهم. 3، أكلهم. أكل الشبكيات هو الجرذان الكبيرة أو الطيور الكبيرة مثل البط اللي يكون حجمه وسط، أو الفري والأرانب الكبيرة. الشبكيات يحتاجون شخص عنده خبرة واسعة بمجال تربية الزواحف، وشخصيا ما أنصح فيها المبتدئين نهائيا. هذا أول نوع خلصنا منه، والحين ننتقل للنوع الثاني. النوع الثاني اللي بتكلم عنه هو البورميس بايثون. البورميس بايثون مشهور وايد بين الهواة وأغلب الناس، لأن نشوفه دائما بالأفلام أو حدائق الحيوان، أو حتى مع عرضات الأزياء بالصور أو التلفزيون. هذا النوع يمتاز بحجمه الجبار وضخامة جسمه وألوانه الفاقعة، وأيضا ألوانه الغامجة وسهولة تكيفه مع الناس. أشهر لون البورميس بايثون طبعا نورمال والألبينو، وأغلب الناس يفضلون الألبينو نفس الحلوة اللي عندي الحين ما شاء الله. البورميس بايثون بعد ما تنفع للمبتدئين لنفس أسباب الريتك، لكن ممتاز للهاوي اللي صار له فترة مبلش وفاهم بالحياة والزواحف وحاب يدخل بتربية الحياة الكبيرة. نوع ممتاز، يوصل طوله بالأسر تقريبا 4 أمتار إلى 5 أمتار، وأطول برميس بايثون بالعالم وصل طوله 7 أمتار ونص. النوع الأخير المفضل عندي وحاب أتكلم عنه هو الريد تيل بوا. حية ممتازة جدا للمبتدئين اللي حابين يربون حياة كبيرة وسميكة الحجم. يوصل حد طولها من 2 إلى 3 أمتار بالكثير، وأطول ريد تيل بالعالم وصل طولها 3 أمتار و10 سنتي فقط. تفرق عن البورميس والريتك انها هي حركية داخل الحوض، وتفضل انها تتسلق وتكون فوق اغصان الشير بالطبيعة اكثر ما تكون على الارض. افضل احلى نوع عندي من الحياة الكبار بسبب حجمه البسيط وبنفس الوقت الضخم والنشاط المستمر داخل الحوض. اتمنى عجبتكم الحلقة، ولأي استفسار عن اي زاحف تواصلوا معي عن طريق الواتساب على رقمي 00965999801551. شكرا لمتابعتكم ومع السلامة.